علم الترويج السياحي يقول الخبراء إن صورة لنجم عالمي شهير في أي مقصد سياحي توازي ملايين الجنيهات التي يمكن إنفاقها على الدعاية المباشرة وغير المباشرة. هذا ما حدث في مصر خلال الفترة الماضية، فيما بين ابتسامة السعادة على وجه النجم الهوليودي الشهير ويل سميث وهو يلتقط لنفسه صورة مع قناع الفرعون الأسطوري توت عنخ آمون أمس، ومشهد النجم الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي الخلفية تظهر الأهرامات في أبهى صورة قبل أيام. ترك النجمان انطباعا رائعا عن السياحة المصرية وتوافر عنصري الإبهار والأمن فيهما، في الوقت الذي يسعى فيه القطاع السياحي لإعادة السياحة الثقافية إلى قمتها. جاءت الزيارات المتوالية للنجوم والمشاهير وكبار رجال السياسة في العالم لتمنح مصر دعاية مجانية تحتاج مزيدا من الجهد للبناء عليها. هذا أيضا حدث عندما ظهرت الأهرامات في خلفية حفل أقيم خصيصا للترحيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بينما تكفل أمير الدنمارك هنريك زوج مارغريت ملكة الدنمارك بالدعاية بنفسه للسياحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي خلفية الصورة معابد أسوان وشوارعها وقلعة قايتباي بالإسكندرية. نجمة السينما الهندية شوبرا هي الأخرى زارت الأقصر وأسوان قبل أيام وطلبت الخضوع لجلسة تصوير وسط المعابد الفرعونية لصالح إحدى المجلات الأجنبية، كما فعل النجم هوليود الكبير مورغان فريمان الذي زار الأهرامات ومعابد الأقصر العام الماضي وحمل لافتة هذه هي مصر. حمل نجم البوب العالمي بولتون اللافتة نفسها عند زيارته للأهرامات، ونشر الموسيقار العالمي ياني صورته وهو يكاد يطير فرحا في حضرة الهرم الأكبر، سعادة كررتها قائمة طويلة من النجوم على مدار العامين الماضيين. يأتي المشاهير إلى مصر ثم يذهبون محملون بالانبهار والتقدير لمصر وحضارتها، وقد يعاودون زيارتهم مرة أخرى، وفي كل مرة يبقى السؤال هل يمكن استغلال ذلك في عودة السياحة المصرية لسابق عهدها؟